الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في منسكه: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها، وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم. وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق، هو لأهل العراق، قد جاء ذكره في مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها. رواه النسائي، وإسناده صحيح رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذا المصر، لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حفظه الله: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت مأخوذة من الوقت، والأصل في المواقيت أنها تكون زمانية، ثم أطلق هذا على الحدود المكانية للإحرام بالحج والعمرة، فأطلق عليها أنها مواقيت على سبيل التغريب، كما أنه يقال القمران والعمران، فإذا اجتمع اثنان فإنه يعطى أحدهما اسم الآخر، كما هو معروف في لغة العرب. والمواقيت المكانية هي المواضع التي يحرم منها الحاج ممن أراد الحج أو العمرة، والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا بلغ هذه الأماكن لا بد أن ينوي الحج والعمرة، وأن يكون الرجل متجردا من المخيط، وكذا المرأة تتجنب تغطية الوجه ولبس القفازين في يديها، ثم بعد ذلك النية، وذلك بأن ينوي الحاج والمعتمر الدخول في النسك. وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، وقت لأهل المدينة
ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فهذه المواقيت وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ أنها تكون محيطة بالجهات من جهة مكة، فكل من قدم من جهة ومن طريق له ميقات، وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه المصنف حفظه الله إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة أن هذا بالنسبة للحج، وأن من كان أراد الحج منهم فإنه يهل من مكة، وكذا من دخل مكة ممن قدم بعمرة فتحلل منها كالمتمتعين الذين يدخلون مكة بعمرة، فإذا تحللوا منها فإنهم يهلون من مكة. وأما المكي ومن في حكمهم ممن دخل مكة بغير نية الاعتمار ثم نشأت له النية من مكة فإنه يخرج إلى الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم وهو أقرب الحل. قال العلماء فإذا خرج إلى الحل من أطراف مكة ثم أحرم منه ودخل الحرم فقد أحرم من ميقاته، لأن ميقات أهل مكة هو أن يخرجوا إلى الحل وأن يهلوا بعمرتهم من الحل، وليس التنعيم ميقات لأهل مكة بحيث لا يحرمون إلا منه، ولكنه كان أقرب الحل إلى مكة. وعلى هذا فمن خرج من أطراف مكة إلى أدنى الحل وأهل بعمرته من ذلك المكان فإن هذا يجزئ عنه. ولكن اعتاد الناس الآن أن يحرموا من التنعيم، ولكن ينبغي أن يفرق بين أن يحرموا من الحل من أي مكان، أو أن يظن أن التنعيم هو ميقات لا بد أن يقصد من كل مكان. فمن كان في أطراف مكة من الجهات الأخرى فالأولى أن يهلوا بالعمرة من الحل ثم يدخلوا الحرم. قال العلماء والحكمة من ذلك هو أن الحاج إذا أهل بحجه من مكة فإنه يخرج إلى الحل، فإن عرفة ليست من الحرم، ويكون يجمع في حجه بين الحل والحرم. وأما المعتمر فإن أنساكه كلها في الحرم، فلا يكون قد جمع بين الحل والحرم إذا كان إحرامه من مكة، فشرع له أن يخرج إلى الحل يحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل مكة. ثم نبه المصنف على أن هذه المواقيت الأربعة قد حدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا على الصحيح أن ذات عرق هو من المواقيت أيضا التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وجد الخلاف بين العلماء لما جاء من حديث ابن عمر في البخاري أن عمر قد حد هذا لأهل العراق، والصحيح أن هذا ثابت كما ذكر الشيخ حفظه الله أن هذا ثابت أنه مما حده النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة عند النسائي قال الشيخ وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. ولكن عمر لما سئل عن هذا لعله لم يبلغه الحديث فحد هذا المكان لأهل العراق، فكانت هذه من موافقته للحق، فكثيرا ما يجتهد عمر رضي الله عنه وينزل الحق بموافقته، فتكون هذه المواقيت كلها ثابتة بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما وقع من الخلاف فيه وهي ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، فاختلف هل حدها النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر. ولو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق فإن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فما سنه الخلفاء الراشدون
أثناء خلافتهم فهو سنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي أخرجه العرباض بن سارية. نعم. قال المصنف حفظه الله: ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. قال: ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها، كأن يكون طريقه بين ميقاتين فإنه يحرم إذا حاذ أحد الميقاتين وأقربهما إليه، فإن المحاذاة معتبرة في الإحرام سواء كانت برا أو بحرا أو جوا. قال: وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه، لما نقل ابن المنذر الإجماع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. قد سبقا ذكرنا أن الإحرام له ثلاث أحوال: أن يحرم الرجل قبل الميقات فإحرامه صحيح مع الكراهية، وأن يحرم بعد الميقات فإحرامه صحيح مع الإثم وعليه أن يجبر ذلك بدم، وأن يحرم من الميقات فهذا هو الصحيح وهو الموافق للسنة. نعم. قال المصنف حفظه الله: ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، هذا من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، لأن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج والعمرة. فمن مر بها وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يلزمه أن يحرم من المواقيت، ولكن إذا نشأت له نية بعد ذلك فهو يحرم من المكان الذي نشأت له فيه النية، مثل من مر من أهل المدينة بأبيار علي فلما قطع مسافة في الطريق بعد 100 كيلو مثلا نشطت نفسه للإحرام بعمرة أو بحج، فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه عندما نشأت له النية، لأنه قبل ذلك وعند مروره بالميقات لا يريد الحج والعمرة فنشأت له النية بعد ذلك. وأما إذا أراد الإحرام بالحج والعمرة فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. قال المصنف حفظه الله: ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. نعم، الشيخ هنا نبه على مسألة مهمة، وهو أن من تجاوز ميقاته غير محرم يريد بلدا آخر له ميقات فإنه لا يلزمه أن يحرم من ميقاته، مثل من أتى من الجنوب أو اليمن وهو يريد المدينة وهو يمر بميقات يلملم فإنه لا يحرم من هذا الميقات، لأن سفره هذا الذي أنشأه لا يريد به الحج ولا العمرة وإنما يريد به زيارة المدينة. وكذلك من جاء من السودان أو من مصر أو من الشام ويمرون بالجحفة ويريدون جدة ثم يريدون المدينة فإنهم يتجاوزون هذا الميقات إلى جدة من غير إحرام ثم يأتون إلى المدينة ويكون إحرامهم من المدينة تبعا لأهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهؤلاء الذين أتوا إلى المدينة من غير أهلها فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة، وأما سفرهم الأول فلم ينشئوه لحج ولا عمرة وإنما أنشأوه لغرض، مثل الذي أتى إلى من الجنوب يريد المدينة، أو من ذهب إلى المدينة إلى الجنوب
ثم بعد ذلك نشأت له نية أو أنه أراد أن يحرم من ذلك المكان الذي هو فيه، فإنما يحرم من الميقات الذي مر به في سفره الذي أنشأه للحج والعمرة، لا السفر الأول الذي لم يرد به الحج والعمرة ويريد به زيارة أو يريد بها قصدا من تجارة أو غيرها، فإن هذا السفر لم ينشئه لحج ولا لعمرة. نعم. قال المصنف حفظه الله: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه، ووجب عليه أن يتمه لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه. ثم ذكر أن من أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، وهذا يحصل كثيرا ويسأل عنه بعض الحجاج أنهم يأتون ولا يخبرون أنهم سيأتوا إلى المدينة فيحرمون في طريقهم، فإذا وصلوا إلى جدة قال لهم القائمون على الحملة: نحن سنذهب إلى المدينة. فبعض هؤلاء يخلع ملابس الإحرام ويظن بهذا أنه قد تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وهذا خطأ، فإن من أحرم بنسك فإنه يجب عليه أن يؤديه. فهؤلاء إما أن يذهبوا إلى مكة ويؤدوا نسكهم ثم يرجعوا إلى المدينة، وإما أن يأتوا إلى المدينة على إحرامهم، والإحرام لا يرفض، ولو أنه خلع ملابس الإحرام فإنه يبقى محرما حكما، وكل ما يفعله من لبس المخيط والطيب إلى غير ذلك من المحظورات فإنه آثم فيه، لأن بعض الحجاج يظن أنه بخلعه لملابس الإحرام قد تحلل وأبيح له كل شيء، وهذا غير صحيح، فإنه يبقى محرما وكل ما يفعله فإنه من محظورات الإحرام عليه. لكن إن كان جاهلا فإنه لا شيء عليه فيما جهل، ويجب عليه منذ أن عرف الحكم أن يرجع إلى إحرامه وأن يتجرد من المخيط بالنسبة للرجال ويلبس الإزار والرداء ويمتنع عن محظورات الإحرام، فإن هذا هو الواجب عليه. وإن كان الأرفق بهؤلاء الذين يأتون إلى المدينة أن يمكنوا من الذهاب إلى مكة لأداء العمرة ثم يأتوا إلى المدينة وقد تحللوا من عمرتهم ليبقوا في المدينة ما شاء الله أن يبقوا وهم متحللون. نعم. قال المصنف حفظه الله: والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي: من السنة كذا، له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقصا جميعا،
وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى، ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الآية، ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ حفظه الله المواقيت الزمانية، وهي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأن العمرة ليس لها وقت محدد بل هي مشروعة في كل أشهر السنة. وأما الحج فإن الإحرام يكون في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه هي أشهر الحج التي يحرم فيها بالحج، ويكون الإحرام بالحج لمن أتى لمكة أنه ممكن من الإحرام في هذه الأشهر، واختلف إذا أحرم بالحج قبل أشهره ثم أداه في وقته هل يصح الإحرام أم لا، ولكن من أتى إلى مكة قبل ذلك فالأفضل والأحوط أن يحرم بعمرة وأن يدخل مكة، ثم إذا قضى عمرته ينتظر حتى تدخل أشهر الحج فيحرم بالحج في أشهره. وهذه الأشهر هي المذكورة في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر علقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي أشهر الحج التي يؤدى الحج فيها كما يعني سبق تنبيه على ذلك. قال وقال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، واختلف في من أحرم بالحج قبل ذلك، قيل أنه يتحلل بعمرة، وقيل إن إحرامه صحيح والأحوط أن يتحلل بعمرة، لأن هذه المواقيت الزمانية معتبرة يعني في الإحرام بالحج، ولأن الله قال الحج أشهر معلومات. قال وقال ابن عباس من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. قال وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، وهذا مما قرره العلماء أن قول الصحابي من السنة كذا فإن هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن للصحابي أن يقول في هذا برأيه، والصحابي إذا قال السنة فإنما يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، إذا دخل شهر شوال فإنه دخلت أشهر الحج، ويصح الإحرام بالحج في أول يوم من أيام شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، لأن الحج يفوت بفوات عرفة، وعرفة هو اليوم التاسع والليلة التي تليه، وينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، فلا يصح الحج بعد ذلك. فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر فإحرامه صحيح، ولكنه قد يكون يبقى محرما على إحرامه ويطول الإحرام وقد يقصر، والأرفق به إذا قدم في شوال أو في ذي القعدة أن يأتي بعمرة وأن يتحلل منها ثم يبقى حلالا في مكة كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يفسخوا حجهم، وكذلك القارن الذي لم يسق الهدي أن يفسخوا ذلك وأن يجعلوها عمرة. ثم ذكر الشيخ أن هذه الليالي هي 70 ليلة، لأنه إذا تم الشهران شهر شوال وذو القعدة مع 10 من ذي الحجة فهذه 70 ليلة، و69 ليلة إذا نقص أحد الشهرين، و68 ليلة إذا نقص الشهران جميعا. قال وأول هذه الليالي هي ليلة عيد الفطر
وآخرها ليلة عيد الأضحى. هذا تنبيه لطيف أنها تبدأ أشهر الحج بأول ليلة وهي ليلة عيد الفطر، لأن عيد الفطر من شوال والليلة تتبع اليوم الذي بعده، وآخر يعني الليالي هي ليلة عيد الأضحى، ومعلوم أن هذه الليلة هي تابعة لليوم الذي قبلها. قال ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر، يعني هذا غير مشكل أن بعض أعمال الحج تكون في يوم العيد وعند ذلك ينتهي الإحرام بالحج لأنه قد أحرم به في أشهره، وكذلك تبقى بعض الأنساك كرمي الجمرات والمبيت بمنى في أيام التشريق، فإن هذا لا يشكل. نعم. قال المصنف حفظه الله ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما هما يوم ونصف يوم. نعم. قال ولا يشكل على ذلك إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات. قال لأن هذا يرد في اللغة إطلاق الجمع على المثنى كما في قوله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، وهذا من إطلاق الجمع على الاثنين، وكذا قول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال لحكمهم وإنما هما اثنان، وكذا قول الله عز وجل فإن كان له أخوة فلأمه السدس، والأم تحجب من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة، وقد أطلق الجمع هنا على الإخوة، وكذلك قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومعلوم أن التعجل هو في يوم ونصف، لأن اليوم الثاني الذي يحصل التعجل فيه لا يتم، وإنما يتعجل فيه قبل الغروب، وأما من أدركه الغروب فإنه لم يتعجل في اليوم وإنما تعجل في الليل، فهذا من إطلاق الجمع على الاثنين، وكذلك إطلاق الاثنين على الواحد والنصف، وهذا معروف في لغة العرب فلا يشكل، وإنما نبه الشيخ على هذا حتى لا يستشكل ما جاء في النصوص فيقال أطلق الجمع على أقل من اثنين على أقل من 3. نعم. وعلى قول آخر أن أقل الجمع اثنان، ولهذا أطلق على صلاة الاثنين أنها جماعة، فإن الرجل إذا صلى معه آخر يقال صلى جماعة وهما اثنان فقط، وهذا ولهذا قال بعض العلماء أن الجمع يعني أقله اثنان وقيل 3 وهو المشهور. نعم. قال المصنف حفظه الله ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسقه إلى عمره فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج 3، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج. نعم. قال ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره، مثل من أحرم بالحج في رمضان ورمضان ليس من أشهر الحج، فهذا يصح الإحرام ولكنه يفسخ حجه إلى عمره، وثمرة هذه المسألة في قولنا أنه يصح ويفسخه إلى عمره لو قيل أنه فاسد فإنه لا عبرة به ويقال هذا الإحرام فاسد ولا يترتب عليه شيء، ولكن إذا اعتبرنا الصحة قلنا أنه محرم وهو محرم بالحج، لكن السنة أن يفسخ إحرامه من الحج بعمرة. ثم ذكر الشيخ أن هذه العمرة ليست هي عمرة المتمتع لأنه أنشأها في غير أشهر الحج، وإنما العمرة
هو أن ينشئ في أشهر الحج، فإذا أنشأ العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهذا هو المتمتع، بشرط أن لا يرجع إلى أهله. فمن شرط التمتع أن ينشئ العمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه وأن لا يرجع إلى أهله. فإذا أنشأ العمرة في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا، أو أنشأها في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فإنه لا يكون متمتعا، لأن المتمتع هو من تمتع بنسكين في سفر واحد، وهذا رجع إلى أهله فلا يكون متمتعا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فإن الأفضل أن يهل بحج مفردا، قال وهذا بإجماع الأئمة الأربعة، وذلك أنه يجمع بين نسكين في أشهر الحج يهل بهما من أهله، فيكون هذا أفضل من الذي أهل بالحج من مكة. نعم. قال مصنف حفظه الله: وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة شرط وواحد فرض. فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم. ثم نبه الشيخ وفقه الله على الأشهر الحرم، لأن بعض الناس يخلط بين أشهر الحج وبين الأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم هي المذكورة في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذه الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال العلماء: ثلاثة شرط وواحد فرد. فذي القعدة وذو الحجة والمحرم هذه شرط، ورجب فرد، لأنه منفرد لم يجتمع مع هذه الأشهر في الترتيب، وإنما هو مستقل. قال: فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، ولهذا سمي فرد. والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج وهو ذو القعدة، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج وهو المحرم. وهذه من حكمة الله أنه جعل شهر قبل الحج وشهر بعد الحج مع شهر الحج، فثلاثة أشهر يتمكن من أراد الخروج إلى الحج في الشهر الذي قبل الحج ثم يحج ويرجع، ويمكن بعده بشهر فيرجع إلى بلده وهو آمن، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. قال: فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. المحرم ورجب هذه من الأشهر الحرم وليست من أشهر الحج كما تقدم في أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم. شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذي القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج. ذو القعدة من الأشهر
اجتمع فيها أنه من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. فهذا من التنبيه اللطيف على هذه الأشهر، وهو أنه قد يجتمع في بعضها أنه من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، وفي بعضها أنه من أشهر الحرم وفي بعضها أنه من أشهر الحج، وهذا من التقسيم اللطيف الذي يحصل به حفظ يعني مثل هذه المسائل. ثم نبه الشيخ على أن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، قال: ولهذا لما طلبوا وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا يدل على أنهم في هذه الأشهر وفي الشهر الحرام أنهم ما كانوا يرون القتال، وأما فيما عداه من الأشهر فإنهم يقاتلون، ولهذا يخشون على أنفسهم. قال: وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكر الذي أخرجه الشيخان. نعم. قال مصنف حفظه الله: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. قال: المحظورات في الإحرام، والمحظور هو الممنوع، وفي الإحرام أي في أثناء الإحرام، وهذه المحظورات منع منها المحرم لعظمة هذا النسك، وإن كانت هذه الأمور أنها مباحة في غير الإحرام، إلا أنها منع منها في الإحرام، كما أنه في الصيام منع من المباح تعظيما لشهر رمضان واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ترك طعامه وشهوته من أجلي. فكذلك ترك هذه الأمور التي فيها ترفه وفيها توسع في المباحات منع منها المحرم. قال: تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وهذا هو الإحرام الشرعي، خلافا لمن يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، فإن الإحرام إذا أطلق هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه أنه قد دخل في النسك. وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل ذلك. هذا سبب التسمية، أنه سمي إحرام لأنه تحرم به أمور كانت مباحة قبل ذلك، كما في الصلاة فإنه يقال أحرم إذا كبر في صلاته ودخل في صلاته امتنع من بعض الأمور المباحة، قال: فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، لأنها من المحظور الممنوع في حال الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظافر والطيب، وهذه عامة في حق الرجال والنساء، وتغطية الذكر رأسه يعني الذكور، فإنه يحرم عليهم تغطية الرأس، خلافا للنساء فإنها لا تمنع من تغطية الرأس، ولبس المخيط، وأيضا هذا فإنه خاص بالرجال، وأما المرأة فإنها تلبس لباسها المعتاد، إلا أنها لا تغطي وجهها ولا كفيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام، وجه المرأة وكفيها كبدن الرجل،
لأن الرجل لا يلبس على بدنه المخيط، وهي كذلك لا تلبس المخيط على وجهها وكفيها، فلا تلبس ما كان على هيئة الوجه كالبرقع والنقاب، ولا تلبس القفازين وهما ما جعل على هيئة الأصابع. وقتل الصيد، قتل صيد البر، وهذا عام في حق الرجال والنساء، وعقد النكاح وهذا أيضا في الجميع، والجماع والمباشرة فإن هذه ممنوعة ويمتنع منها الرجال والنساء. نعم. قال المصنف حفظه الله: فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. ثم ذكر هذه المحظورات مفصلا فيها بعد الإجماع، قال: أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، وإنما ذكر هذه الأشياء لأن هذه يؤخذ منها وتحلق أو تنتف في غير الإحرام، فمن باب أولى أن ينبه عليها حتى لا يظن المحرم أن هذه مما أمر أن تؤخذ وأن تحلق قبل الإحرام، فيظن أن الأمر على ما هو عليه، فإن هذه الشعور يسن أن تتعهد وأن لا تترك أكثر من 40 يوما كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأصحابه. أما في حال الإحرام فإنه لا يأخذ منها شيئا، وكذلك الشعور الأخرى التي تنبت في البدن كالذي يكون في الساقين أو في العضدين أو في غير ذلك من مواطن البدن، فإنه لا يأخذ من هذه الشعور شيئا إذا أحرم، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالله عز وجل نهى حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محلة، قال العلماء: محله المكان والزمان، وذلك أن التحلل بحلق الشعر والأظافر وهو التحلل الأكبر يكون عندما يبلغ الهدي محلة، وهو يوم النحر، وهي منى أو مكة، فإن الهدي لا يذبح إلا في مكة أو في منى، ولا يذبح إلا يوم النحر، فهذا هو الوقت الذي يتحلل الحجاج من إحرامهم، التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يشرع للرجال حلق الرأس أو التقصير، ويشرع للنساء التقصير من شعورهن. قال: ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه، فلا ينبغي أن يأخذ من شعره شيئا ولا من بشرته أيضا إذا ما حصل نتوء من بعض البدن كما يحصل من التشقق الذي في القدمين وبعض ما يسمى باللحم الميت، فإنه لا ينبغي أن يزال، وإنما ينبغي أن يبقي الأمر على ما هو عليه، فلا يزيل شيئا من الشعور ولا من البشرة، وإنما يبقي هذه الشعور على ما هي عليه إلى أن يتحلل. قال المصنف حفظه الله: وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر لمخالفة كثير من الناس هذه السنة،
ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وقال: وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كس اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. نعم. ثم ذكر الشيخ ونبه على مسألة مهمة، وهو أن اللحية يحرم حلقها، وأنها ليست من الشعور التي يباح قصها لا قبل الإحرام ولا بعده، ويتأكد التحريم عندما تكون بعد الإحرام، وقد يكون حلقها بدعة إذا ظن بعض من يحلق لحيته أنه يحصل به التحلل. فإن بعض الناس يسأل يقول: إذا أردت أن أتحلل وأقص شعر رأسي ولحيتي، فيظن أن التحلل يكون بأن يقص من لحيته، وهذا خطأ، فإن اللحية لا يؤخذ منها ولا تقص، وإنما التحلل يكون بحلق الرأس أو بتقصيره. وذكر الشيخ حفظه الله جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى، منها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: خالف المشركين، أحف الشوارب، وأوف اللحى. وفي لفظ عند البخاري: ووفر اللحى، وعند البخاري أيضا ومسلم: وأعفو. ولحديث أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خائف المجوس. ثم ذكر الشيخ أن هناك أربعة ألفاظ كلها تدل على الإعفاء وعلى إرخاء اللحى، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، تدل على إبقاء اللحية، فإنه لا يمكن أن يكون الإعفاء لمن أخذ منها، فإن من أخذ منها لم يعف اللحية، ومن أخذ منها لم يوفرها، ومن أخذ منها لم يرخي اللحية. وذكر نقلين عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونقل عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، كل ذلك يدل على أن العلماء يرون أن إعفاء اللحية أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قص اللحى والأخذ منها أنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. والشيخ عبد العزيز ألف منسكه يعني في قبل أكثر من 60 سنة، وكان في ذلك الوقت يشيع في كثير من المتعلمين حلق اللحى، حتى يكاد يكون في حكم النادر أن يوجد المتعلم الذي يعفي لحيته. وثم بعد ذلك انتشر الخير بين المسلمين وبين طلاب العلم وبين أهل العلم والفضل، واعتنى كثير من المسلمين بحمد الله بإعفاء اللحية، ولكن لا يزال يوجد قصور، ولكن بحمد الله ليس الأمر كما كان عندما ألف الشيخ رسالته، ولعل هذا إن شاء الله من الأجر الذي يجريه الله عز وجل له لنصحه للأمة، فإن العلماء تحيا بهم الأمم، ويحيا المسلمون بتوجيهاتهم وبنصحهم. وكذلك تنبيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، قال: وهو أجمل الخلق وأحسنهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في صلاة الظهر، يعرفون ذلك باضطراب لحيته، فإنهم يرونه من الخلف، فإذا رأوا لحيته تتحرك عرفوا أنه يقرأ، لأنه معلوم أن الإنسان إذا قرأ تتحرك اللحية، وهذا مما يدل على أنه كث اللحية عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من يقول أنه يؤخذ منها أو تقص، فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم الذين ذكر الشيخ
محمد الأمين أنهم أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ليس فيهم حالق. كذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الآن الذين يتفقه الناس على مذاهبهم كانوا يعفون اللحى، وكانت مباحث العلماء قديما في خضب اللحى بغير السواد، ففلان يخضب كذا وفلان يخضب كذا، وما كان يقال أن فلان ليس له لحية أو أنه كان يحلق لحيته، وإنما هذا شاع في المتأخرين. ولهذا يجب على المسلمين من وقع في هذه المخالفة أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن فيما بقي له من العمر، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل. ومن الشواهد المؤثرة في النفس أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في آخر حياته جاءه مرض، وقال له الأطباء لا بد من أخذ الكيماوي، فسأل عن أثر الكيماوي، قيل أنه يسقط الشعر، فامتنع الشيخ منه وقال إني لا أحب أن ألقى الله بغير لحية، وثبت على هذا إلى أن لقي الله على السنة وعلى اللحية. فانظروا إلى الفرق بين العلماء حتى مع وجود الحاجة، مع أنه لو أخذ الدواء وسقطت اللحية فهو معذور لأنه لم يتعمد حلقها، وهو الفقيه الذي يعرف هذا الحكم، لكنه امتنع من هذا حتى لا يلقى الله بغير لحية. فكيف الذي يتعهد لحيته الليل والنهار ويصرف الأموال في شراء الأموات وتعهد هذه اللحية ويداوم على حلقها في كل يوم؟ فينبغي للمسلمين أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يريحوا أنفسهم، فإن اللحية إذا تركت وقفت عند حد ولم يتعب الإنسان في حلقها وفي قصها، ويكسب الأجر مع راحة النفس. وأما الذي يحلق فهو على إثم وتعب، يعني يتعب نفسه في تعهد حلق هذه اللحية، ومعلوم أنه كلما حلق كلما ازداد الشعر حتى لربما ارتفع إلى وجهه كله، وإذا ترك اللحية نبتت في مكانها وكسب الأجر وراحة النفس. نسأل الله التوفيق لنا ولإخواننا المسلمين. قال المصنف حفظه الله: الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب مقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال إكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. ثم ذكر الشيخ حفظه الله من محظورات الإحرام تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، فإذا أحرم فإنه ممنوع من أن يقص أظفاره وإن كان هذا مشروعا له قبل الإحرام. وهذا الإجماع يدل على أن هذا مشروع للمحرم وأنه ليس له أن يفعل ذلك. قال: وقال ابن كثير في تفسير قوله ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، أي ليقضوا تفثهم حجهم، وبه يتحللوا من المحظورات التي منعوا منها. ثم قال الشيخ: ذكر من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال: والمحرم أولى بذلك. وهذا من لطيف الاستدلال، فإن من أراد أن يضحي أمر أن يمسك عن أظفاره وشعره إذا دخلت عشر ذي الحجة. وقيل إن هذا تشبه من المضحي بالمحرم،
الذي أهل بالحج، فكما أن من أهل بالحج ممنوع من أخذ الأظفار والشعر، فكذلك من أراد أن يضحي فإن جاء حكمه مشابها لحكم ذلك الحاج كأنه محرم، ولكن ليس الإحرام التام، وإنما هو بلباسه، ولكن يمتنع من الأخذ من شعره وأظفاره، ويكون هذا قبل دخول شهر ذي الحجة، يأخذ ما يحتاج إليه ثم يمسك بعد ذلك. والمحرم أولى بذلك، لأن هذا في حق غير المحرم المضحي، لو أخذ شيئا يقال أنه خالف، ولكن لا يترتب على ذلك فدية. وأما المحرم بالحج والعمرة فإذا أخذ من أظفاره وشعره فإنه يترتب على ذلك الفدية كما تقدم في الآية. نعم. قال المصنف حفظه الله: الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ولا تلبثوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ذوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وحديثها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر المحذور الثالث وهو الطيب، قال: يمتنع على المحرم استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه بعد الإحرام. والطيب يشرع عند الإحرام، أي قبل الإحرام، له أن يتطيب في بدنه دون اللباس، لأن العلماء قالوا: إذا طيب اللباس ثم نزعه كأنما ابتدأ الطيب، ولكن يجعل الطيب في بدنه ولا يطيب اللباس. ويمتنع من جميع أنواع الطيب، من الأطياب التي تسمى بالعطور الآن في عصرنا، وما أيضا دخل في ذلك من أنواع الصابون أو الشامبو الذي يكون فيه طيب، فيمتنع من كل ذلك. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر في المحرم، قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وهذا مما يدل على المنع من الطيب، فإن الزعفران والورس من الأمور التي تتخذ منها الأطياب قديما. وكذلك قوله: الرجل الذي تمضخ بطيب ولبس الجبة، قال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، فمنعه من مس الطيب. وكذلك الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى على إحرامه، ولهذا قال: لا تمسوه بطيب. وهذا مما يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب. قال: هذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، ويقصد في حال إحرامه أي بعد الإحرام، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، له أن يستخدمه في بدنه دون لباسه. قال بعض العلماء: ولا بأس أيضا
إذا كان في اللباس لكن إذا استدامه، إذا لم ينزع اللباس. وعلى هذا فإن الإنسان لا يضمن أن يستديم لباس الإحرام، فقد يحتاج إلى تغيير، فعليه أن يتجنب يعني أن يكون هذا اللباس يعني فيه طيب. قال ولا يضره بقاؤه أو بقاء ذلك بعد إحرامه، بقاء الرائحة والطيب بعد الإحرام لا يضر. قال وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يعني في ذلك أن الشيء إذا استدام ولم يبتدأ أنه جائز، فيجوز في الاستدامة كالطيب الذي يدوم ما لا يجوز في الابتداء. فإن المحرم إذا وضع الطيب على بدنه وبقي معه أياما وله رائحة في بدنه فإن هذا جائز، لأن هذا مستديم قبل الإحرام. قال ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، هو أنه يحرم قبل أن يتطيب قبل الإحرام. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، لإحرامه أي قبل إحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف، وبعد أن تحل طيبته قبل أن يطوف طواف الإفاضة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ووبيس الطيب بريقه ولمعانه، وهذا مما يدل على جواز استدامة الطيب في البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وجعل الطيب في رأسه عليه الصلاة والسلام، فكانت تخبر أنها ترى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الطيب الذي وضعه قبل الإحرام، وهذا يدل على جواز استدامة الطيب وأنه لا بأس به. وأما إذا وضع في اللباس ونزع اللباس للاغتسال أو لحاجة فإنه لا يجوز أن يعاد اللباس الذي فيه طيب إلا أن يغسل، ولهذا كان العلماء ينبهون على أن الطيب لا يكون في اللباس وإنما يكون في البدن. مما ينبه عليه في الطيب هو أن يتجنب كل ما فيه طيب مما يسمى بالطيب أو ما يسمى بغيره من الأسماء الآن، مثل أن يقال شامبو أو كريم أو ما أشبه ذلك من المواد التي يدهن بها أو تستخدم للتنظيف من الصابون أو الشامبو، فهذه كلها إذا كان فيها طيب يتجنبها المحرم. ولا بأس ببعض الأنواع التي تكون فيها رائحة كالتي وصفها الشيخ بن عثيمين رحمه الله لأنها رائحة زكية وليست عطرية، يعني في بعض أنواع المنظفات فيها رائحة، لها رائحة ولكنها ليست من الطيب، بحيث أن الإنسان لو غسل يده أو بدنه بهذا الصابون لم يبقى فيه رائحة الطيب، وإنما فيه رائحة لطيفة زكية وليست عطرية. وأما بعض المواد التي لها روائح عطرية عند الناس كالنعناع أو بعض الفواكه كالتفاح أو في غيره أو البرتقال، فإن بعض الجهلة يفتي بعض الحجاج بأن لا يأكل شيء من الفواكه التي لها روائح طيبة، فهذا من الجهل، هذه ليست بأطياب وإنما هي من الفواكه، كذلك القهوة وأنواع يعني المشروبات التي تكون من الفواكه ومن غيرها فلا بأس بها، إنما الممنوع من ذلك هو الطيب. توقف عند هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل أيهما أفضل، صلاة الجماعة في مسجد في المدينة النبوية أم الصلاة منفردا في المسجد النبوي الشريف؟ إذا أدرك الجماعة في مسجد وخشي أن تفوته الجماعة في المسجد النبوي فإنه يصلي في المسجد الذي يدرك فيه الجماعة الأولى خير من أن يصلي منفردا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاة الجماعة واجبة، فلا يجوز أن يفوت الواجب لطلب مستحب. وأما إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجد من مساجد المدينة وأحب أن يأتي إلى المسجد النبوي ويصلي فيه فلا شك أن صلاة المنفرد في هذا المسجد خير من صلاة المنفرد في مسجد آخر، ولكن إذا خشي أن تفوته الجماعة فعليه أن يصلي
في المسجد القريب الذي يدرك فيه الجماعة خير من أن يفوت هذه الجماعة ثم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. قل السائل: ما حكم من أحرم بعمرة في غير أشهر الحج وجلس في مكة إلى أن جاء الحج وأهل به، هل يكون متمتعا؟ ذكرنا أن العمرة إذا أهل بها في غير أشهر الحج ثم جاءه الحج وهو في مكة فإن هذا ليس بمتمتع، لأن هذه العمرة كما نبه الشيخ ليست في أشهر الحج، وإنما العمرة التي يكون بها متمتعا ما توفر فيها شرطان: تكون في أشهر الحج، وأن تكون في سفر واحد لا يرجع إلى بلده. نعم. يقول السائل، وهذا طلب يا شيخ، يقول: لو جعلتم درسي الجمعة والخميس في هذا الكتاب حتى نستفيد من هذا الكتاب قبل السفر للحج. هذا الذي سيحصل إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. الدروس كلها ستستمر إن شاء الله في منسك الشيخ، ونؤجل درس الإبانة الصغرى إلى ما بعد الحج، وستستمر أيضا الدروس إن شاء الله في يومي السبت والأحد إلى اليوم الخامس من الشهر، سنستمر إن شاء الله في الدروس متواصلة في هذا الكتاب بحول الله تعالى. يقول السائل: نرجو شرح قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. نعم، أن الشيء إذا استدام له حكم والابتداء له حكم آخر، كأن يكون الشيء يعني وجد قبل ذلك. مثال ذلك ذكرنا مسألة الوشم. الوشم أصلا محرم، لكن بعض الناس قد يحصل منها الوشم ثم يبقى الوشم ولا يستطيع أن يزيله، فهذا لا يقال أن هذا الذي استدام الوشم في حقه مع التوبة أنه آثم، لكن نقول اجتهد في إزالته، فإذا تعذر فهذا الوشم عليه ظاهر وهو مستديم وليس له حكم الابتداء. ولهذا كل شيء تسبب فيه الإنسان في حال جهل ثم بقي أثره بعد ذلك فهذا يقال أنه مستديم، لكنه ليس كالذي يبتدئه. كذلك الطيب للمحرم، فإن الذي يضعه قبل الإحرام ثم يستديم فإنه لا بأس به، وأما إذا ابتدأه بعد إحرامه فإنه ممنوع منه. قل السائل: هل اللحية التي تحت الفم تدخل في حكم اللحية؟ أنا الذي أقول دائما أن الله عز وجل خلق اللحية للرجال وهي تنبت في مكانها، والصحيح أنها لا تحد بحد، فإن الرجال يتفاوتون كما يتفاوتون في أبدانهم وفي كثرة الشعور فيها وفي قلتها، فمنهم من تنحسر لحيته إلى بعض أجزاء من الوجه، ومنهم من تنبت اللحية وتنحدر إلى يعني قريب من الحلق، ومنها ما يرتفع، فإذا تركها على ما هي عليه فإنها ستنبت في المكان التي خلقها الله فيه. نعم. يقول السائل: ما حكم من يؤخر الحج إلى وقت متأخر من عمره؟ لا يجوز، والحج على الصحيح أنه واجب على الفور، ولا يجوز أن يؤخر، ثم الذي لا يؤخر لا يستطيع أن يضمن بقاء العمر، فإنه قد يموت قبل ذلك، ولو بقي قد يصاب بمرض أو يحول بينه وبين الحج حائل، فعليه أن يرغب في الحج وأن يبادر إليه عند التمكن منه وعند الاستطاعة. سؤال عبر الشبكة يقول: ما حكم الحج بدون تصريح لمن يريد حجة الإسلام؟ لا يجوز الحج بدون تصريح، لأن هذا التصريح ما وضع إلا لمصلحة المسلمين، وليس هو كما يظن الناس أنه تعسف، بل فيه مصلحة للمسلمين، ووضعه ولي الأمر، وأجمع حكام المسلمين في أحد المؤتمرات الإسلامية على تحديد نسب الحجاج، وكل بلد يحدد هذه النسب، ثم ولي الأمر هنا لا يأذن بالحج إلا لمن له تصريح، فعلينا أن نلتزم هذا، ولا يجوز أن يفتى بمخالفة ولي الأمر في هذا، فإن الفتوى بمخالفة ولي الأمر محرمة، ولا يجوز أن يسأل.